من مدينة الضربداء، قادم من مدينة العرائش، الجبهة الاجتماعية المغربية في مشاركة المسيرة الوطنية اللي نظمها الجبهة الاجتماعية المغربية. احنا حاليا دابا في حي النصر، كانوا مجموعة ديال الشعارات، وكان الشعار الأول هو إطلاق جميع معتقلين السياسيين ومعتقلين الرأي، وكذلك عدالة كرامة مساواة ومطالب اجتماعية، الحق في الصحة والحق في العمل. المشاركة ديال العرائش، المكونات ديال الحركة الاجتماعية بالعرائش، والحضور تقريبا كاين 4 ديال المكونات. كاين حزب الطالعة الديمقراطية الاشتراكي، وكاين الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنهج الديمقراطي. نعم، كيفاش كانت المشاركة ديال؟ كانت مشاركة ممتازة، مشاركة يعني رائعة، وكنشكروا يعني الجميع المناضلين، يعني رفعتوا المطالب داخل طبيعة الحال، وزينا مجموعة المسيرة اللي في المسيرة تقريبا المطالب الاجتماعية والاقتصادية ديال مدينة العرائش. هي رفعنا مجموعة ديال الشعارات اللي كتسمى مدينة العرائش، لأن مدينة العرائش كتعيش يعني مجموعة ديال المشاكل، وزينا مجموعة ديال الشعارات من بينها النهب وسرقة الرمال، المشاكل اللي كاينة في المستشفى الإقليمي بمدينة العرائش، والغطاء النباتي، وكذلك مجموعة ديال الأمور.